بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إجابة سهلة قوي قالها المسيح لسؤال مين هيدخل السماء في أول المواعظة على الجبل. كلكم حافظين الإجابة بس ناسينها. الإجابة بتتلخص في سطر: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. يبقى في حاجة تاني تدخلنا السماء، هي طبعا ما فيش حاجة بتلغي حاجة، لكن ما حدش يدخل السماء إلا اللي عنده اللقب ده، المساكين بالروح. يعني إيه المساكين بالروح؟ هي كلمة زي ما هنفهمها دلوقتي جواها فكرة التواضع، جواها فكرة إنكار النفس، جواها فكرة الوداعة. المسكين بالروح، لو سألتك المسكين بالجسد سهل قوي توصفهولي، غلبان قوي، فقير قوي، مريض قوي، فبتقول عليه مسكين. بس هنا مسكين جسديا. المسكين بالروح معناه ايه بقى؟ لا ده شكل تاني، هو مش لازم يكون مريض ولا فقير، بس هو شخص حاسس دايما انه روحيا فقير، عنده احساس انه نقصه كتير من الناحية الروحية. ادي المسكين بالروح. زي ما الفقير الجسدي عنده احساس انه ناقص كتير عشان يعيش كويس، او المريض ناقصه كتير صحة فبيقول انا مسكين. مسكين بالروح هو شخص عنده احساس بالنقص الروحي، انه اقل من المطلوب كتير، اللي هي ببساطة زي مبدأ التواضع. تعالوا نفكر هو شكل المسكين بالروح ايه عشان نعرف احنا ناخد كام في الحتة دي. يعني اذا كنا عاوزين نروح السماء، طيب اهو المفتاح، اهو طوبى للمساكين بالروح لهم ملكوت السماوات. اول علامة قالوها القديسين ان المسكين بالروح دايما في وضع توبة، قريبة لقلبه قوي مشاعر التوبة، يتقن التوبة. يعني ايه؟ يعني سهل تحسه في كل صلواته: سامحني يا رب، ارحمني يا رب، ولا هي نكد ولا هي صغر نفس ولا هي كآبة، لا لا، هو شعور مستقر جواه: ارحمني. طلب ملح عليه صبح ظهر ليل طالع من قلبه. على فكرة اللي بيعمل كده داخل السماء، بطمنكم يعني، اللي جوه قلبه بسهولة بيقول ارحمني سامحني، ده مسكين بالروح، ده داخل السماء. ده مش مهم بقى يبقى خادم ولا واعظ ولا مبشر ولا بيعمل معجزات، لا، ده بيطلب الرحمة يدخل السماء على طول. طبعا عكسها المتكبر اللي شايف نفسه كويس، اللي مش هيجي في باله حتى سامحني وارحمني، ما مش هتيجي في باله أساسا لأنه شايف نفسه أحسن من كل الناس. فاكرين العشار والفريسي؟ تشاور لنا على طول على الفرق، واضح. العشار ده مسكين بالروح، هو وحش، هو عشار يعني خاطي مليان لخبط، بس على الأقل مسكين بالروح، فبيقول ارحمني يا رب أنا خاطي، وبيخبط على صدره ومقتنع أنه يعني أقل من الناس فواقف ورا. الفريسي عمال يقول، بصلي كلام كتير بقى بيطول: أنا لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار، أنا أصوم، أنا بصلي، أنا ما خدش حاجة خالص، مش هيدخل السماء. مع أنه شكليا هو طبعا فاهم دين أكتر وعارف معلومات أكتر، بس ده ملوش علاقة بدخول السماء. فيبقى أول علامة عاوزين ننتبه ليها، وده مناسب لأيام الصيام، عاوزين نوصل للمسكنة بالروح. يعني إيه المسكنة بالروح؟ يعني تقول في بالك قدام ربنا: أنا رب مسكين وفقير. في مزمور بيقول كده: أنا مسكين وفقير، اللهم ارحمني. يبقى مسكين وفقير بتقول معاها على طول ارحم. هنا تلاقي ان الصلاة هتبقى حرة بقى ضمنيا. اللي بيتوب من قلبه، قلبه سخن، فلما تفضل فترة طويلة فاتر كل صلواتك طالعة من شفايفك بس، ده معناه مش حلو، انك فاقد المسكنة بالروح، ان عندك رضا على النفس زيادة، انك مش حاسس بجوعك الروحي، مش مقتنع انك ناقصك حاجة. بينما اللي بيصلي بحرارة دي علامة مريحة، لأنه ده ضمنيا بيقول أنا رب مسكين وفقير. كمان زي ما قلنا في مرة قبل كده أنه المسكين بالروح، قالوا القديسين، ما يعرفش يدين الناس. أول ما يشوف حد بيغلط على طول مخه يقول أنا بغلط أكتر،
مخه بيستدعي الفكرة دي بسهولة، هحكم على الناس ليه؟ هو بيغلط أنا بغلط، فتلاقيه بعيد كل البعد عن الإدانة حتى كفكرة. كمان المسكين بالروح بيخاف يغلط، فبيدقق، بيراقب نفسه، خايف يقول كلمة زيادة تجرح حد، خايف مخه يفسرح في حاجة ملاش لازمة، خايف يوم يضيع منه أو ساعة تروح منه. إذن هنا علامة من علامات المسكنة بالروح الجهاد المستمر والتدقيق. تاني علامة للمسكنة بالروح، احنا ما زلنا بنجاوب السؤال المهم، مين هيدخل السماء؟ الإجابة دلوقتي المساكين بالروح، اللي هم ايه؟ يعني بيتوبوا على طول، وبيتوبوا على طول دي مش معناها عاملين بلاوي وجرائم، لا، قلبهم سخن كده ومتواضع. مساكين بالروح تلاميذ على طول، يعني انتوا دلوقتي مساكين بالروح اكتر مني عشان انتوا عاملين تلاميذ وانا عامل فيها معلم، انما هي الحقيقة الوضع كده صح، انتوا اقرب. طول ما انت قاعد تتعلم يعني ضمنيا بتقول انا ناقصني كتير، انا مسكين. مرة قابلت راهب راح السماء كان 80 سنة تقريبا، وقابلته في بيت، قال لي ابونا عاوزك، قلت له خير، قال لي عاوز اعترف، قلت له نعم. انا كنت لسه مرسوم مثلا، فانا قد ولاده في الوقت ده يعني، وبيقول لي عاوز اعترف. تعترف ده يا ابونا؟ يعني انت بقالك قد ايه راهب وشيخ كبير وانا؟ قال لي لا مش هسيبك، انا عاوز اعترف. فحسيت ويسألني، تسألني ابونا معرفش حاجة بالنسبة لك، بس هو مش بيمثل، هو بتلقائية ببساطة الأطفال، عاوز يتعلم، عاوز يتعلم وانت فوق 80 وراهب، ومن واحد لسه قسيس ابن امبارح يعني ما عندوش مشكلة. ده مسكين بالروح، ده فاهم صح، لأنه عارف ان ربنا هيتكلم على فم أي حد. فاكرين القدس مكاريوس لما طلع البرية دور على حد يقول له درس، فلقى طفل سأله؟ ما هي نفس الموقف ده، مسكين بالروح مستعد يتعلم من العصفورة والشجرة والهواء وأي خادم حواليه، سهل في التلمذة، بيلقط الدروس بسرعة. في واحد لما يجي له مين يعلمه؟ مفيش حاجة بتدخل. أبو العريف فمش عندوش استعداد يتعلم ولا يتلمذ لأنه هو فوق الكل. السعي للتلمذة، يعني ما أجمل أن الواحد يقول عندي سؤال شغلني ويكون عاوز يعرف إجابته بجد، وسؤال مش فلسفي ولا لاهوتي، سؤال حياتي، سؤال عملي، لأنه بيدور يوصل للسماء. طبعا ده تلميذ شاطر، ده مسكين بالروح، ده هيدخل السماء. كمان مع التلمذة نقول أن المسكين بالروح لو حد عاتبه أو وبخه أو لامه ما يعملش أزمة، هو بسهولة بيقول أشكرك أنك نبهتني، أشكرك أنك شاورت على اللي على حاجة مهمة. إنما إحنا حتى في مجتمع الخدام ساعات لو واحد بس عاتب حد أو لمح له بغلطة ياه كأنه ذبحه، والكرامة بقى تنقح جامد قوي، وإزاي هو ما يعرفش أنا خادم من إمتى، ويفضل بقى الحجج، ما أبونا لا بيسمع ناس معينة، وتلاقي حد لعب في ودانه. يا حبيبي وانت ليه مش راضي تسمع انه في حتة غلط عاوزة تتصلح؟ لانه ناقص مسكنة بالروح. مسكين بالروح ما عندوش ازمة ابدا يكتشف ان في حاجة غلط لازم تتصلح، عادي لاخر العمر عاوزين نلحق نصلح روحنا. وبالتالي حتى التلمذة غير المباشرة بيستقبلها، يعني لما يحصل موقف ما يخصوش بيطلع منه بدرس، لانه مسكين بالروح فدائم التلمذة. علامة تالتة للمسكنة بالروح، اللي عاوز يدخل السماء لازم يخاف ربنا. خوف ربنا بيعتبروه الابن البكر للمسكنة بالروح. اللي عنده مسكنة بالروح يعني متواضع كده، يخاف، يخاف خوف مفيد. ما هو في نوعين من الخوف، في خوف مؤذي مش بنتكلم عنه، لكن في خوف ربنا رأس الحكمة مخافة الله. يخاف يخلص عمره ويلاقي نفسه مش جاهز، يخاف حد يعصر بسببه، يخاف يغلط بكلمة وكلمة تأذي حد، يخاف من يوم الدينونة مهما كانت حياته. قديس أرسانيوس لقوه بيبكي وهو على فراش الموت. أرسانيوس ده كان قديس عظيم قوي، قالوا له هل تبكي الآن أيضا يا أبانا؟ حبكت يعني؟ قال لهم أنا طول عمري ببكي عشان اللحظة دي.
يعني لسه الخوف في قلبك وانت رايح للمسيح وخلاص حياتك كلها يعني عظيمة، عنده خوف مقدس، ده هيدخل السماء طبعا. فالمسكنة بالروح بتبان في حتة الخوف. اللي يخاف يقول لك أنا مش عاوز أتلخبط في دماغي، مش عاوز أسمع كلام يلخبطني، أنا هقعد بقى أقول مين صح ومين غلط زي ما الكنيسة تقول لنا نمشي، لأنه خايف على روح. وفي واحد يبتدي يقعد يقول لك الأسقف ده غلط، الكاهن ده مش عارف إيه، يا عم أنت عامل فيها فاهم كل حاجة وأنت مش فاهم كل حاجة. الخوف من العصر عموما ده خوف حلو، الواحد خايف ان حد يتكعبل بسببه، حد يبص لي فيفهمني غلط فيبعد عن ربنا. طب وانا قد ان ربنا يقول لي انت السبب؟ هدفع حسابه ازاي ده؟ بدل ما اكسب نفوس لربنا اطفش ناس من ربنا. ويل لمن تاتي منه العثرات، كلمه خوف. المسكين بالروح لما يقف قدام ايه زي كده يخاف، وشخص تاني عارفها بس ما حركتش مشاعر جواه، ما تهزش عادي. أنا يمكن حكيت لكم مرة زمان في الغردقة بصلي قداس كده، وطلع شماس كبير وكان الإصحاح عن الويلات، والراجل ابتدى يقرأ في القداس ويل لكم ويعيط ومش عارف يكمل، لأن كل ما يقرأ ويل لكم واخدها على نفسه فخاف. طب احنا ياما قرينا الإصحاح بتاع ويل لكم ده ولا تهزينا، احنا مش علينا الكلام عادي. طب ما هو ده فرق برضه مسكنة بالروح، مسكين بالروح بسهولة بياخد الكلام على نفسه فبيخاف، والخوف المفيد اللي هو يخليه يقول له ارحمني يا رب، خلاص كده انت ماشي صح. علامة أخرى للمسكنة بالروح، المسكين بالروح يميل بسهولة للمتكئ الأخير، مش غاوي يظهر، مش غاوي يمجدوه، مش غاوي يسقفوله، مش غاوي يشاوروا عليه، الموضوع مش كده. هو يحب انه يتعب ويخدم ويختفي، ده بالنسبة له الوضع الاريح، دي تطلع بتلقائية من المسكين بالروح. يعني هو طبيعته تميل انه يختفي مش يظهر، انما اللي عاوز يبان حتى من غير ما يتعب ده كده قالب الاوضاع، لانه الطبيعي انك تتعب وتستخبى ما تبانش، ولانه بيعمل كده عن صدق. يعني هو بيشوف ان الناس احسن منه فعلا، قادر يشوف ده ببساطه، وعشان كده لما يعني بيتراجع لورا بيبدي نفسه شايف انه فعلا ما عملش حاجه زياده، انا اخر الكل بجد، فاخر الكل لما تطلع دي تعجب ربنا. ويحب الخفاء، وصية الخفاء دي أساسية قوي في الإنجيل، اللي يصلي يصلي في خفاء، اللي يعمل صدقة يعملها في خفاء، اللي يصوم في خفاء. الخفاء علامة مسكنة بالروح، اللي يحب يعمل الحاجة متغطية ما يجيبش اسمه خالص، دي علامة أنه جواه مسكنة بالروح. لكن اللي يحب اسمه يتقال كتير لا، برضو علامة مش حلو، لسه بيمجد نفسه وشايف روحه، وده خطر عليه. ربنا يسوع عشان يعلمنا طريق السماء، آخر درس، دايما الكنيسة تحب تقول المعنى ده، آخر درس المسيح عمله قبل الصليب كان غسيل الأرجل، والكنيسة فهمت الدرس فحطه لنا في عيد الرسل وحطه لنا يوم خميس العهد. فكان أبونا بشوي كامل يقول ده آخر درس المسيح، كأنه لخص كل اللي قاله في الحركة دي، لأن اللي يغسل الرجلين ده متواضع بجد، لأنه هنا الرجلين وساعتها كلها يعني طين يعني، فهو مقصود بيها بيشيل زبالة الناس، هو مش بيدور على الراحة ولا الكرامة، لا الناس هي اللي قاعدة على كراسي وهو اللي قاعد على الأرض. وبرضو دي مش حركة تتعمل، لا ده حاجة جوه القلب، ده إحساس داخلي، ده اقتناع من جوه أنه لسه بيحكي لأبونا اللي صلى معانا عن حد من الأساقفة، يعني قال لي في راهب صعب عليه منه، أبونا الأسقف جه مخصوص وطلع وهو عيان لغاية الدور الفلاني وخبط على قلايت أبونا عشان يقول له حقك علي يا ابني. ده غسيل الأرجل. يعني إيه؟ مش كرامة بقى الرتبة ولا السن ولا إزاي ابني يزعل، لا ما يزعلش مني، هروح أعتذر له مع أنه ما غلطش،
لكن هنا بيريحه وبيخسر له رجليه ومش بيدور على الكرسي على المكانة. ده المسكين بالروح اللي طبيعي يدخل السماء. يبقى الواحد بيدور هو أنا فيا المتكئ الأخير ولا المتكئ الأول. ربنا يسوع ادى حكاية عن الموضوع ده لما لقى الناس بتتبارى أنها تطلع في الصفوف الأولى، قال لهم لما تدعوا في مكان اقعدوا ورا أحسن، عشان لما يجي صاحب المكان يقول لك قاعد ورا ليه وياخدك كده من إيدك يطلعك قدام، دي بقى الموقف شكله حلو. لكن هيضطر يجي واحد يقول لك أنت قاعد قدام، معلش المكان ده بتاع فلان، هتضطر ترجع وأنت محرج لورا. فربنا يسوع حكاها بطريقة بسيطة، يعني إيه؟ لو قعدت في الدنيا قدام قوي احتمال في السماء تقعد ورا أو ما يعني تطلع بره. لكن لو قعدت في الدنيا ورا المسيح يجي يقول لك لا أنت مكانك قدام. أمال العذراء ما شافتش راحة ومجد في الدنيا. شوفوا النهاردة مجدها شكله إيه؟ لكن هي في حياتها على الأرض إيه؟ الغلبانة الفقيرة اللي محدش عارف قيمتها وعظمتها، لكن رضيت بحالها وفضلت كده في الظل يعني. لكن كرامتها كلها بعد ما مشيت وإلى آخر الظهور. يبقى المسكين بالروح، تعالوا نعد عشان احنا بنقيم نفسنا دلوقتي. عاوز ابقى مسكين بالروح عشان ادخل السماء. طوبى للمساكين بالروح هيدخلوا السماء. واحد، لازم اعمل ايه؟ اتوب بذمة. اتنين، المسكين بالروح بيتعلم وبيتعلم كتير وبسهولة. المسكين بالروح يحب يخدم ويخدم في الخفاء وياخد المكان الاخير. قلنا كمان المسكين بالروح بيخاف الخوف المفيد، يخاف من الوصية، يخاف من الخطية، يخاف من الدينونة وهكذا. مسكين بالروح كمان بسهولة بيقول أشكرك يا رب، ويقولها كتير ويقولها من قلبه، لأن الغلبان روحيا حاسس أن ربنا خيره كتير قوي، فضله كبير قوي، وهو ما يستاهلش ده كله. العكس بقى، لما يكون الواحد متكبر روحيا أو حاسس بغنى روحي يعترض ويتذمر ويقفقف وممكن توصل إلى تجديف. ويقال أن دي كانت أزمة أيوب النبي. أيوب النبي راجل من ناحية الالتزامات 10/10، صلوات إيه وزبايح إيه وخير للفقراء إيه وكرم والتزام ومبادئ عالية جدا، وهو في العهد القديم ومن غير شريعة، يعني ده من قبل موسى أيوب النبي ده. إنما أزمته الأساسية أنه عارف أنه كويس، لدرجة التلميذ الحلو اللي كان نبهه ده قال له أنت ترى نفسك أبر من الله. يعني أنت واقع في مصيبة، أنت شايف نفسك أحسن من ربنا، فبقيت بتحاكم ربنا على اللي عمله. كان ينقص المسكنة بالروح. في آخر سفر أيوب قال له أحط وشي في التراب واندم على اللي قلته يا رب، بس سامحني. اتعلم المسكنة بالروح، ربنا رفع التجربة وأصبح أيوب شفيع عظيم ونبي عظيم، لأنه الحتة اللي كانت ناقصاه وصلت له، اللي هي بقى مسكين بالروح فعلا. بقى يعرف يشوف نفسه ضعيف زي بقية الناس وغلبان ومحتاج رحمة ربنا. فلما كان دائم التذمر كان بعيد عندي، لما في الآخر قبل الألم والتجربة بقى ينطبق عليه المسكنة بالروح. إذن علامة من علامات المساكين بالروح يعرفوا يشكروا ويسبحوا ربنا بسهولة. على فكرة ده القصد من الطقس القبطي، لما ابونا بيقول فلنشكر الرب، كل الشعب بيقول مستحق الشكر، مستحق وعادل، يعني يستاهل الشكر والحمد. فبتطلع من قلب الشعب الطيب من بصدق ان الناس حاسة يا رب كتر ألف خيرك فعلا. لكن اللي متغاظ من ربنا وشايف ربنا مقصر معاه ومش عاجبه حاله، لا، هو ناقصه مسكنة بالروح. هو مش ناقصه ان ربنا يعمل له معجزة ويصلح له اموره، لحتى لو تصلحت، هي المشكلة جوه انه لا يشعر بالمسكنة دي. اللي عنده دايما شعور بعدم استحقاق، مرة بكلم مع ابونا تدرس يعقوب ملطي، ربنا يحميه ويديله العمر والصحة، يعني مثل جميل للكهنة، فبقول له مش عارف بقى اقول له كلام يعني من الحلو، يعني ربنا يخليك وكتبك يقول لي أنا بس لو دي رجع بيا العمر تاني كنت أعمل حاجة عدل عن اللي عملته ده، بس يديني عمر ألحق أكمل توبتي. توبتك؟ أمال إحنا نروح فين بقى؟ ده إحنا كده. وطلع بتلقائية أنه هو شايف نفسه ما عملش حاجة وشايف نفسه مقصر وعاوز بس يلحق يتوب.
يا بختهم الناس اللي فهمها كده. التسبيح المستمر والشكر علامة من علامات المسكنة بالروح. لما الواحد يشكر كتير ومن قلبه ده معناه انه مسكين. وعلى فكرة الحاجات دي تقدروا تقيسوا بيها انتوا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. لو الشكر في قلبك بيزيد انت بتتقدم روحيا صح، لو الشكر في قلبك بيقل انت ماشي في سكة خطر. ملهاش علاقة بالتجارب والأمراض والمشاكل، لا ملهاش علاقة، هي ليها علاقة بالمسكنة بالروح. كمان المسكين بالروح ده يوصل انه بيشكر على كل شيء كل حين، اللي هي وصية الكتاب، اشكروا في كل شيء على كل في كل حين. بتطلع منه فعلا على طول كده لازمة في عقله وقلبه الشكر ليك يا رب. المسكين بالروح كمان اللي هيدخل السماء بيعرف ينسى نفسه، ينكر ذاته، ودي طبعا مفتاح التلمذة لما قال المسيح إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إنكار النفس ببساطة معناه واحد بينسى نفسه وهو مشغول بحد غيره. دي مش سهلة، بني أدمين كلهم مشغولين بنفسهم، حتى اللي عنده عيال ساعات يبقى أناني ومشغول بنفسه مع عياله، حتى اللي بيخدم ساعات يبقى مشغول باسمه كخادم أكتر من الخدمة نفسها والمخدومين، حتى الزوج اللي بيحب مراته ساعات يبقى هو أهم من مراته في نظر نفسه. يبقى في مشكلة لسه. إنكار النفس معناه نفسي مش في دماغي، زي ما قلنا امبارح عن يعقوب. يعقوب اتلغى وبقى في إسرائيل، يعني إيه؟ ذهن يعقوب ما بقاش مركز مع يعقوب، بقى مركز مع إيل الله، مع المسيح. فلقينا شخصية مختلفة، طلع برا الحبس بتاع أنا 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 أنا، لا خلاص بقى ده المسكين بالروح. فتلاقيه ما بيفكرش في نفسه كتير. مرة بزور حد مريض كده، فلقيته وهو مرض صعب عمال يوصيني على مجموعة مرضى ومجموعة فقراء. أنا جاي أزورك وأنت شكلك أما قربت تمشي ومرض صعب وفي وجع إنما كل القعدة تنساش فلان واعمل كذا بصيت له يعني إيه العظمة دي؟ حتى مش بيقول لي صلي عشان أخف، لا مش في دماغه الموضوع لهذه الدرجة. حتى المشكلة الكبيرة بتاعتك مش شايفها، لا في ناس تانية أحوج أولى. أو ده بقى المسكين بالروح اللي ذاته دي مش شغلاه بجد. كمان ما يعرفش يتكلم عن نفسه. اللي بيتكلم عن نفسه كتير، لا برضو دي معناها لسه ذاته كبيرة، ما عندوش مسكنة بالروح. قديس يوحنا الحبيب كان عنده مسكنة بالروح، كان يلزق للمسيح ويحبه جدا وفي رجليه طول الوقت، لكن عمره ما افتخر انه الوحيد اللي وقف تحت الصليب. حتى في الرسائل والحاجات دي عمره ما افتخر ان الوحيد اللي المسيح وصى انه ياخد امه العذراء. عمره ما افتخر انه هو اللي يحط راسه في صدر المسيح ويعني له دلة. عمره ما افتخر بالتجلي، ما افتخرش بامتيازاته كالتلميذ اللي هو ايه المحبوب قوي، الا بعد 70 سنة وهو بيسجل بقى انجيله عشان قبل ما يمشي كحقيقة. لكن عمره ما قال هما ليه ما اختارونيش اول الرسل، ده انا اقرب واحد للمسيح، ولا في باله الكلام ده خالص، مش في دماغه خالص الحاجات دي. ليه؟ لانه مسكين بالروح، فناسي روحه، كل اللي يشغله ايه الخدمه تمشي والناس تحب ربنا وهو يتنسي. المسكين بالروح لا يعجب بنفسه ولا يتحسر على نفسه. ساعات بتاخد شكل كده وشكل كده، كبر النفس ده ممكن يبقى الواحد ايه، يا اما معجب بنفسه يا اما متغاظ من نفسه زياده. في الحالتين برضو ناقصه انكار نفس. انكار نفس خلاص انت وحش، اهلا ما تنسى وحش ولا حلو هي فرقه مع ربنا، سيبه يشتغل. لكن اللي يفضل يقول انا وحش انا وحش انا وحش، ما انت عمال تقول انا برضو، وما فيش في الدنيا غيرك، او انا حلو وانا احسن وانا احسن برضو انا. في الحالتين غلط. انكار النفس انه انت مركز في غيرك مش في نفسك. اخر نقطه اقولها،
ما زال موضوعنا مين هيدخل السماء، عاوزين نركز في المسكنة بالروح. ممكن تبقى طلب من طلباتنا طول الصيام، يا رب علمني أبقى مسكين بالروح، خلي الكلمة دي تنطبق علي قبل ما أمشي، لأن المساكين دول هيدخلوا السماء، مساكين روحيا، مش بالفقر والمرض بس. علامة من علامات المسكنة بالروح احترام كل البني أدمين. المسكين بالروح طبيعي يحترم الناس، ما يعرفش يغلط في إنسان، ما يعرفش يبص للإنسان من فوق لتحت، ما يعرفش يتكلم بعجرفة أبدا مهما كان مركزه، مهما كانت إمكانيته. هو يعرف يحترم الطفل الصغير، يحترم الفقير، يحترم أي شخص في أي وقت. ودي برضو بتقسنا، لأن إحنا ساعات في مجتمع شوية، أنتوا عارفين مجتمعنا طبقي، فبيغرس فينا حاجات وحشة، إنك تتعامل مع السايس والفراش والبواب كأنه أنت فوق وهم تحت، وببني أدمين ومحدش عارف في السماء مين اللي هيدخل ومين لأ، فأنت ليه بتتكلم كده؟ فأنا احترام الآخر دي بتطلع تلقائية من المسكنة بالروح. وكمان الاحترام هنا يوصلك إنك لو ربنا عمل حاجة على عكس ترتيباتك بتقبلها بصفاء، يسموها قبول الأمور المعاكسة. يعني أنت مرتب حاجة ما مشيتش زي ما أنت كنت عاوزها تمشي، درجة غيظك تقول أنت مسكين بالروح ولا لا؟ مسكين بالروح يقولوا ماله، اللي يشوفه ربنا. يعني بولس الرسول كان نفسه يخدم يهود، قالوا لا أمم، ماشي. كان نفسه يخدم أمم كتير، قالوا لا سيبك من الأمم، تعالى السجن شوية، ماشي. فما كانش بتمشي الدنيا زي ما هو عاوزها تمشي، بس عمره ما قفش مع ربنا وقال له طب ما أنا. فاكرين حكاية شوكة الجسد لما جاله مرض؟ قال تضرعت من أجل هذا الأمر 3 مرات أن يفارقني، قال لي لا تكفيك نعمتي. طب إيه، قفش وزعل وقال له لا مالكش حق يا رب؟ قال له أصر بالضعفات والأمراض والضيقات والضرورات، حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. يعني اللي يشوف خلاص قبل بسهولة قوي أن المرض يستمر وهو بيعمل معجزات. ما هو برضو اديني عقلك، يعني واحد بيشفي أمراض الدنيا وعنده مرض ما بيخفش، ما حاجة غريبة برضو، معلش مفيش مشكلة، بدل هو عاوز كده خلينا كده. سيقبل كل شيء، دي من علامات المسكنة بالروح. اللي بيتغاظ قوي ان الدنيا ما مشيتش ونقعد بقى سامحوني نفلسفها، حتى للمهندسين كده، بس انا بحب الحاجة الصح، احب التخطيط، احب البرفكشن، اوكي كل ده حلو، بس لو حاجة حصلت عكس تخطيطك ما كركبش الدنيا خلاص، إرادة ربنا، مشوار ما خلص، كتر خيرك يا رب، موضوع بدل ما يمشي كده مشي كده، بدل أنت عامل اللي عليك تتضايق ليه؟ التسليم ده يحتاج مسكنة بالروح. ما بينزعكش بقى، اللي عنده مسكنة بالروح ده تلاقوه ما بيتخضش، ما بيتضايقش، ما بينزعكش، بيتكيف بسهولة جدا مع أي أمور. ساعات نطلع في أماكن في الكرازة يعني مش مناسبة أبدا للناس اللي عايشة في مصر الجديدة أو في أمريكا إنما أفاجأ إن في ناس أنا عارف مستواها ومستوى الرفاهية اللي عندها والتكيف الرائع اللي بيتكيفوه بسلاسة شديدة، مع إن التواليت بره الأوضة وعلى مسافة 0.5 كيلو هيمشوها، وانه السرير مش عارف مبعجر وشكله ايه، وان الجو عامل ايه، هو مفيش ولا شكوى ولا طلب، ومبسوط جدا انه جاي يخدم. دي مسكنة بالروح مفيش. وطبعا بنشوف عكسها بقى، يطلع واحد يخرب لنا الدنيا، انت عارفين ان انا جاي، يعني ما عملتوش حسابي ليه يعني؟ بس مش هنقدر نغير البلد كلها عشان حضرتك، هنعمل ايه يعني؟ الجو حتى مش في ايدينا مثلا، انما بتبان على طول فرق. واحد متواضع مسكين بالروح يعني فرحان قوي انه جاي يخدم ومستكتر على نفسه انه هيخدم ربنا، فمستعد ينام واقف يعني. وبين واحد بيخرب الدنيا لانه ما لقاش المستوى اللائق بيه، بتبان على طول.
ويبقى الواحد عاوز يقول له أنا خايف على أبديتك، يعني الموضوع أنت مش واخد بالك. في نفس الظروف في واحد فهم صح وواحد فهم غلط. فهنا سهولة التكيف مع كل الظروف بقبول كل الناس وقبول كل المعرقلات دي علامة كويسة. يبقى تعالوا نلخص اللي قلناه. واحدة من إجابات مين هيدخل السماء غير أنه لازم يبقى مؤمن بالمسيح له المجد والتعليم الكتاب، أنه متعمد، أنه بيجاهد وبيتوب، أنه بيتناول، أنه بيحب الناس، أنه بيقع ويقوم. هو كمان لازم يقتني قبل ما يمشي المسكنة بالروح، لأن هم دول الذين لهم ملكوت السماوات لإلهنا كل مجد.